الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحن نصور أن يكسوها لأن نبي عليه الصلاة والسلام تبعديه يدق مديسي وحن نعاوه إن شاء الله تعالى وحي الكورن دونا ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي عليه الصلاة والسلام أحدوستا لقورنا يوكو سابسا أوهنتي نبي عليه الصلاة والسلام حديث كوه الرية وحولي عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزير كأزير المرجل من البكاء. فحنوي بنبي عليه الصلاة والسلام أو صلاة كجرة تكنية عبد كيسا معروش إذا سوحا مودا يعني سوء كركرة يسيدي داري بمركو كركرة يوكال نبي عليه الصلاة والسلام صلاة بكجري مركو قرآن كأخرنا يو نبي عليه الصلاة والسلام قرآن كأخرنا يو أوغيس أي نبي عليه الصلاة والسلام لأوي قفك مركو أوي اسكو علنا ينفتنا حمود قلبي كيسا محبت كيسو إنو مارت كورو صوكا كعيو مركو في الوحد مودا نبي عليه الصلاة والسلام حبت كيساس أما عروش شبه نغط انتاس ونبي عليه الصلاة والسلام سيدة بيريجا مركا دفك لصاره أكركره أي أكركره نقف المسلم كأوحى للدورية آيات كالله سبحانه وتعالى أي قرآن كالله سبحانه وتعالى الأخرنا يو إن قفك أم عانسده إن قفك هذه يقول أدكار يو إن قفك مارتي وإسكاك أما أكدر على سيدة أقو خشوع لها هذا كورنا ما يكاد الله يخشوع وحي ما ذلك آيات كمعاني سجرانيس لكن هذه آيات كمعاني سالان قرانين وحمودا وحبضن كام غيهن حديث كان نصي النبي عليه الصلاة والسلام أهنتي سواح كمدا وحا ويان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث ورنا يه وحوله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي نبي عليه الصلاة والسلام بوحي ويري عبد الله بن مسعود يقول أخري قرآن يقول أخري فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل والرسول كإله يوم أعظم يقول أخري قرآن كأذيك لقوسة تجيه عبد الله بن مسعود إلى تضبات سورة سيرة المامة أي نبي عليه الصلاة والسلام كغاتي نبي عليه الصلاة والسلام بأو يديستين القرآن قدو أخريه مارك عبد الله بن مسعود في رسول كإله يوم ما وحنا كوا أخري القرآن كأدوجو بقرآن كوسو دقي. قال النبي عليه الصلاة والسلام حجري إني أحب أن أسمعه من غيري وحن جعل قف كلا إنا كم غلط قف أنا جاهين إنا كده جستان جعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقرأت سورة النساء وحن كوا أخري سورة النساء سورة عاو كنت كاني حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إلى أن كسو غاري سورة وصوب بالعبي إلى أن كسو غاري آيات قيب تكمد ورنيسة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا آيات هذه أخرية إنه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول إلى آخر آية مكن نبي عليه الصلاة والسلام مرحب قرآن كو أخرية بجري آيات هن سو غاري آيات هن نبي عليه الصلاة والسلام بالله الله كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد كورا محمد حدا أمد وليبا أن لك أكيان سنو مرخانتي كمرخانتي فرو مداس وجئنا بك أذيقنا أنك أكيانه وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أمد الوصول دري أذيقنا أنك أكيانا كمرخانتي فرطه الرئة هذه أدوين ويا وكان نبي عليه الصلاة والسلام ركي انت لمرأي ونبي عليه الصلاة والسلام وحليه عبد الله بن مسعود حجري فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان وحن أرك النبي عليه الصلاة والسلام لبدي سي إنه إل ما قدر يرش النبي عليه الصلاة والسلام آيات داس بالغوس وخري البغ يعني سورة النساء عن ملا إلى شن مغرى الغوس وخري مرك لما رأي آيات هذا أنت المان وجينا بك على هؤلاء شهيد كجرته وفي النبي عليه الصلاة والسلام بان إيه غي
mise indhihiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam ilmaa ka da-aysa. markaas nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi intaas ku kaadibi. yani xadiiskaasna wuxuu tusaya nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aanka tadaburo ku tadaburayo oo uu ku fekerayo inay u keeni jirta oohinta inu keeni jirta nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka mid a waxyaaba laga wariyay nabiga calayhi salaatu wasalaam, caaisha radi allahu tacaala canha ayaa maalin maalmaha ka mid a rag u yimaadeen, waxay ku yidhaahdeen akhbiriina biacjabi maa ra'ayti min rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam, waxaa nooga warantaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaalihi u cajiib badnaad ku aragtay. caaisha radi allahu tacaala canha waxyaalo badan oo ayna dadku aynu aqoon u lahayn oo ayna dadku ogeyn bay gaar u taqaanay, arrimaha guriga iyo marka la joogo iyo wixii la xidhiidha iyo salaadiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam gaarka ama ha noqoto maalintii ama ha noqoto habeenkii oo guriga ku tukanayo. marka waxaa la yidhi marka intaas la weydiiyey fabakat way ooyday, iyadii baa ooyday. uma qaalat kullu amrihi kaana cajiiban, waxay tii nabiga calayhi salaatu wasalaam arrimihiisa dhammaantood wax la yaab labay ahaayeen. markaasi waxay bilowday inay ka sheekayso nabiga calayhi salaatu wasalaam cibaadadiisii. ataanii fii leylatii, habeenkaygii buu u yimi. xataa dakhala macii fi lfiraash, ilaa uu isoo galay gogoshii la soo galay. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam caaishu wuxuu ku yidhi daciinii, riwaayad kale waxa le idan lii atacabadu lirabbi idaa, buu yidhi. xadiisku wuxuu tilmaamayaa inay markuu nabigu usoo galay ee kusoo dhawaatay. markaas nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi caaishaay idaa, buu yidhi, aan ilaahay subxaana wa tacaala kaa caabude. caaisha waxay tiri waa istaagay nabiga calayhi salaatu wasalaam faqara alqur'aana, nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aan buu akhriyey. xataa bakaa, qur-aan buu akhriyey nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa uu ooyey. xataa ra'aytu dumuucahu qad balagat xiqwayhi, ilaa aan ka arkay bay tiri oohintii inay gaartay guntiga meesha nabiga calayhi salaatu wasalaam ka xirinayo. guntiga meesha laga xirinayo ayay nabiga calayhi salaatu wasalaam oohintiisi gaartay. wuu istaagay, qur-aan buu akhrinayey, nabigu tukanayey. marka waxay tiri waxaan arkay bay tiri oohintiisii oo gaartay meesha laga xirto, guntiga laga xirto. uma jalasa faxamida allahu calayhi waatnaa, oo faxamida allahu waatnaa calayhi, kabacda wuu fariistay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ammaanay, ilaahay subxaanahu wa tacaala ku mahadiyey. wamaca dalika fiicantay habeenkii qofku markuu soo kaco inuu qayb kado oo waqti badan geliyo salaada, qaybna intuu fariisto ducada iyo adkaarta alla subxaanahu wa tacaala iyo ilaahay subxaanahu wa tacala ammaantiisa inaad waqti badan ku bixiso. inagu badanaa waynu soo kacnaa, salaad baynu tukanaa, kukala tagnaa. laakiin qofku intuu tukado inuu gaar u baxo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni gaar ula munaajoodo danta uu alla subxaanahu wa tacaala ka leeyahay iyo waxyaalo alla subxaanahu wa tacaala ka doonayo inuu alla subxaanahu wa tacaala wadisto weeyaan. xilligan iyadaana nabiga calayhi salaatu wasalaam noo sheegay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhaahdo waryaa xilligan waxay weydiisanaya waan siiya, yaa dembi dhaaf weydiisanayaa u dembi dhaafa. waa xilligan aynu ku jirno hadda aynu fadhino, waa xilligan sida nabiga calayhi salaatu wasalaam noo sheegay. marka qofku waxaa la doonayaa inuu bal intuu gaar u baxo ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay wax weydiisto. hama dhow baynu tilmaanay aynu arrintaas ka soo hadalnay. waxay tii qur-aankii markuu akhriyey uma baka xataa ra'aytu dumuucahu qad balagat alard, waxaan arkay bay tiri nabiga calayhi salaatu wasalaam suu u fadhiyey ilmadii dhulka ku dhacayso. riwaayad kale waxa le nabiga calayhi salaatu wasalaam dhinac dhinac buu useexday. markuu dhinac dhinac useexday baan waxaan arkay bay tiri yani ilmadiisii oo dareereysa dhulka qoysay, dhulka iyadoo qoysay. intaa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ku sugan yahay fadakhala bilaalu, bilaal baa soo galay. su nabiga calayhi salaatu wasalaam caadadiisa ahay markuu soo adamo kabacdi oo aqanka la gaaro uu nabiga gurigiisa soo geli jiray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam u sheegi jiray salaadii la gaaray. marka bilaal baa soo galay nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadii in la gaaro u sheegay. markaasu bilaal baa wuxuu arkay falamaa ra'aahu bilaalu yabki, markuu bilaal arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam ooya buu qaala wuxuu yaa rasuula allaahi qad gafara allahu lak maa taqadama min dambika wamaa taakhar, rasuulka ilaahay oo wixii dembiga lagu horaba lagu dhaafay kuu dameer maxaa la ooyeysaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qaala yaa bilaal maa lii laa abkii waqad nasala calaya alleyla, war maxaan u ooyi waayey caawa waxaa igu soo degay aayado. ina fii khalqi sam, nabigu markaa aayadii buu akhriyey aayadaha u dambeeya suurat alcilaan alcimraan wa alla subxaana wa tacaala ina fii khalqi samaawaati waalard wakhtilaafi alleyli waannahaari laaayaatin liuli albaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama wa qucuudan wa calaa junuubihim ila aakhir aaya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu xilligan kale soo kaco salaadna inuu tukado uu akhrin jiray aayaadkaas nabiga akhriyey. maxaan u ooyi waayey buu yidhi xalay waxaa igu soo degay aayado baa igu soo degay.
روايات كلا وحلا ثم قال ويل لمن قرأ هذه الآيات ثم لم يتفكر فيها نبي وحي يرى مركو يرى كو يرى آيات بأوسو دقي حلي سببته انت ايه كانت وحوى آيات بأوسو دقي ونبي وحي يرى هلا وحي أوسو ناضي لمن قرأ هذه الآيات قفك آيات كان أخرية ولم يتفكر فيها وهذا بقى كو فكرين أن إيهين آياتهن ومارت سيئة أن كو فكرين آياتهن تصف عن روحه قفك سهلا أوسو ناضي بالنبي عليه الصلاة والسلام رواية كلا وحلا آيات أنزلت علي الليلة ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها حالا قرآن كله جزء دجيء حالا هكود أهلاك بأسقنا هذه قف كين تو آخر يوم أن كتر كفكرين فرق آيات كإله سبحانه وتعالى آخر يوم إن لو فكر ويا صوت هذا آيات كاس النبي كه الله يبغى واحد كجرتي إن قف كلا الأمر يوم أما قف كلا تصايو إنه آيات كله سبحانه وتعالى كفكره إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولى الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سمعت dadk loo yaqaan oo albaabku waxa way ku firfireen way way tafakkaran fi khalqi waxa la habeen kan maanta isbedelaysa inaad ku fikirto maxay tahay maxay isu bedelayaan qofka waxa uu siyaadinaysa waxa weeyaan ilaahi subhanahu wa ta'ala ku dhawaashiis marka nabiga cali saatu wasallam ayadkaas bulooyay aad u tir badan yihiin macnaha ahadiista tilmaamaysa nabiga cali saatu wasallam ayadkiisa laakiin mar rabo inaan ku dheereeyo intaas baan ku soo gabagabeeyay waxa kale raacsin laha nabiga cali saatu wasallam mar laga waramay abdullah ibn umar ka waramay maalin maalmaha kamiday إن قرحة أي مذوباتي مرق قرحة مذوباتي النبي عليه الصلاة والسلام وصوبح الصلاة بتكذي صلاة قرحة مذوبات كان والله يغوال برئيسية وهو كشكي النبي عليه الصلاة والسلام هبك وتكني كبعد وحجري سجود بالنبي عليه الصلاة والسلام كجري مرق النبي عليه الصلاة والسلام سجود مدح كسو قاضي فجعل ينفخ ويبكي نبي قوح بلابا إنو نف نفسري وقوي النبي عليه الصلاة والسلام بلابا ويقول مركوح لي ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم إلهي ماذا إيجبهن إن هذا عذاب أمدا أن يكون حجره آيات القرآن كورنا يسوي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى أمدا ما عذاب يتكون حجرته إلهي ما عذاب أنت الدمداف ودسان لسان ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون إلهي ماذا يعني يب الله غادر إيجبهن أمدا إن هذا عذاب يقول استغفار صنعية ونحن نستغفرك أنا وحك ويدسانينا دم دافنك ويدسانينا ورح لبدا باتي أي نبي عليه الصلاة والسلام يعني آدوه صبت وحو تلمامينيين آيات الله سبحانه وتعالى إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله سبحانه وتعالى إننا وحا الله يابا هديق ورحمة الله دعابا إننا الله سبحانه وتعالى أما الله يابا انتي وكيال من الله صوق الشضوح دوك وارتا صلى الله عليه وامارت فيه لقوف كريم آيات كنوع عاسو كلاه inta soo ku soo gabagabeenaya laakiin walaalaha waxa ay ku xuseen urumada walaalena ina maarto mid kamid ah oo sandaq insha Allah taala uu dulmaro waxyaalaha ma taqana ka hadal markaa di qof diyaar u yahay insha Allah taala la bas insha Allah jazakum Allah khair waxaan mar walba waxaan xusin lahaa barnaamijki xalay aan ka hadalnay oo aan tilmaanay sagaatul fidriga iyo barnaamijkii kale oo aan ku lahaa aan lahayn walaalaha kamida oo masaajid ku yaalla afgooye dad badan ay ku soo qaxeen oo dhib badan sheeganaya insha Allah taala talabka waa ku qoray mar labaad insha Allah taala baakadka uu talabka ku qoray yahay qofkii maartay isku dayay inuu Ilaahay subxaanahu taala ugu dhawaado dadka leeyahay afurkii ma haystaan masaajidkiina ceelkii ba ka dumay oo bilaabay yihiin dadkuna waxay biyo ka dhigtaan ma haystaan ilaa lacag kun doolar ku dhawaa ceelka ugu qodayaan lacag lagu afurayna waa lagu leeyahay marka inaynu maalintii sheeshan doobay 700 insha Allah taala baakad baa u rinno qofkii gaar u xiriiray insha Allah talaabo ku qoran yahay iyo wadaadka magaciisa masaajidka ku yaal afku iyo joogay saabu noqon xalay gabdhu waxay keenay lixdan iyo dhowr oo marka waa qaaday ajir cidina ma joogin ma jira bed yahay ما شاء الله. كبار واحد اللي هو كفيل حلقة كبار حلقة هو كفيل إن شاء الله مركان. الله سكوت ده يا مارتن الله سارم إن شاء الله كفيل.